السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى عطية، والنهاردة هنتكلم في أول دروس شرح المفاوضات وطبيعتها ومفاهيمها وأسبابها ودوافعها. لذا إن شاء الله هنتناوله في مجموعة دروس اللاحقة لهذا الفيديو بإذن الله تعالى. أولا إن شاء الله نتحدث حول مفهوم وطبيعة المفاوضات التجارية، نظرا لأنها بتمثل عملية من ضمن العمليات المهمة جدا التي يجب على الإنسان إن هو يعرف. في البداية طبعا لازم نقول إنه تعتبر عملية التفاوض من العمليات الاجتماعية المعقدة، نظرا لأنها بتتضمن اتجاهات وآراء وعلاقات اجتماعية سواء كانت داخلية أو خارجية. طبعا ده معناه أن أنت عامل مع اتجاهات وآراء وعلاقات اجتماعية متغيرة باستمرار، ولذلك أيضا بتحتوي على عناصر عديدة من سلوك الأفراد والنظيم، واللي أكيد بتتأثر بخبرات الماضي وتوقعات المستقبل، وما يحدث كذلك في الحاضر كذلك بتتآلف من عدد كبير من القرارات اللي بيتم اتخاذها من أفراد، ولذلك بيتوقف نجاح الأعمال الفترة الحالية على حد كبير على فكرة التفاوض، إزاي تتفاوض سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي نظرا لتأثيرها على هذا الأمر. طبعا بيميل كثير من صناع قرارات إلى النظر إلى فكرة المفاوضات على إنها سلوك فطري أو إنها جزء من الأشياء اللي لا تكتسب ولكن يتم تعلمها وتدريبها، ولكن أيضا هناك من يرى إن فكرة التفاوض بتكون بالسليقة أو بالفطرة لدى بعض الأفراد لديهم قدرات تفاوضية عالية. ده موضوع هنناقشه لاحقا، ولكن زي ما احنا هنا بيقول انه بتتأثر المفاوضات التجارية بالعديد من الامور التي يجب ان يتم اخذها في الاعتبار، ولذلك بيتبين لنا هنا انه مفهوم تفاوض معناه انه فكرة القدرة على التأثير والقدرة على توصل الى اتفاق من خلال مجموعة من عوامل عون والمنافسة، وبيقصد بالاسلوب هنا مجموعة الخطوات اللي بتتبع بشأن امر معين، والفشل في اتباع تلك الخطوات يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة، بينما بيؤدي تعلم وطبيق هذا الأسلوب إلى عملية تحسين النتائج. ولذلك بيأتي عنصر التعاون من رغبة كل الطرفين في التوصل إلى اتفاق مقبول، وبدون الرغبة دي لن تنشأ الحاجة إلى التفاوض، ولذلك يأتي عامل التنافس أيضا من رغبة كل طرف في الحصول على أفضل النتائج لنفسه. ودي نقطة مهمة جدا، إنه بدون فكرة الرغبة، بدون فكرة التعاون، بدون فكرة التنافس لا يمكن أن يتم وجود هناك أي تفاوض، نظرا لأنه لن يوجد هناك أي داعي إلى فكرة البدء في عمليات التفاوض، ولكنها ستصبح بالأحرى جزءا من عملية المداولة، جزءا من عملية الدردشة. طبعا هناك العديد من العوامل اللي أدت إلى زيادة فكرة أهمية التفاوض، زي مثلا التغيرات الكبيرة في النظام الاقتصادي العالمي للعديد من الدول، انهيار الكتلة الشيوعية، زي مثلا تغير بيئة الأعمال الدولية، حجم التعامل على مستوى البلدان المختلفة، وزيادة عدد الشركات اللي بتعمل خارج حدود دول، مع فكرة زيادة المنافسة على الساحة الدولية وبزوغ العديد من التكتلات على المستوى العالمي. كل ده أدى إلى أهمية وجود فكرة التفاوض، ولذلك هنا بيمكن لنا أن احنا نوصف فكرة التفاوض أن احنا نستخدم عنصرين مهمين، وهو وجود المصلحة المشتركة أو وجود قضية محل صراع أو نزاع، وجود فكرة للمصلحة المشتركة، لأنه بدون المصالح المشتركة لا يوجد شيء نتفاوض عليه من أجله، وبدون فكرة الصراع لا يوجد أن احنا يمكن ان احنا نتفاوض عليه. بدون مثلا وجود أزمة السد في أثيوبيا لن يكون هناك حاجة للتفاوض بين مصر وأثيوبيا والسودان، وبدون وجود مصالح مشتركة بين مصر والولايات المتحدة او ما بين مصر وألمانيا او الدول الأوروبية وخلافه لن يوجد هناك اي داعي الى الدخول من التفاوض. ولذلك هنا يمكن ان احنا نعرف تفاوض عن طريق منظورين، اولا التحليل الجزئي لعملية تفاوض اللي بيشمل المفهوم الضيق باعتباره عملية بيتم من خلالها التقديم للمراحات الصريحة للمناقشة، وده لكي نصل إلى اتفاق على تبادل أو تحقيق مصالح مشتركة في أمر بتتصارع فيه المصالح. ولذلك من خلال مناقشتنا للمقترحات بيقوم كل الأطراف المتفاوضة بانتهاك بعض الأساليب علشان يقووا بيها مواقفهم التفاوضية ويضعفوا مواقف الطرف الآخر، كذلك على التأثير على النتائج بطرق مختلفة. كذلك من المهم جدا أن تقودنا المفاوضات إلى اتفاق صريح في كل النقاط، نظرا لأن عدم توصل إلى اتفاق في أي مقترح أو أي شيء ده يعني بالضرورة فشل التفاوض. ولذلك هنا بيتم تعريف ليه الجزء ليه عملية التفاوض بأنه نشاط تفاوض وسلسلة متعاقبة بيسلك فيها المفاوض استراتيجيات مشتركة متمثلة في العروض والطلبات والاقتراحات والاقتراحات المضادة، وده علشان يؤدي إلى فكرة التقارب نتيجة لتقديم التنازلات، وبتتمثل المشكلة في هذه الحالة في شرح القواعد الحاكمة لفكرة واسل
سلسلة تنازلات. الأسلوب الثاني في تحليل الجزء لعملية التفاوض بيركز على قوة، ويمكن تعريف المنهج ده بتحليل الهيكلي، وده نظرا لما يمثله القوة من عنصر أساسي في التساوم حيث تسود كل علاقات التساوم. أما المنهج الثالث أو الأسلوب الثالث في تحليل الجزء للعملية التفاوضية فبيركز على إن فكرة المفاوضات هي تبادل للمعلومات والإشارات، وده بشكل مصمم علشان يؤثر على رد الطرف الآخر. كذلك يمكن إن احنا نعرف تحليل العالمي لعملية التفاوض. نلاحظ هنا إنه بيجي من الاتجاه الضيق لمفهوم التفاوض، وبيأخذ عملية تفاوضية مجموعة من المراحل التي يمكن تطبيقها على عدد من المفاوضات الدولية. المفاوضات ليست عملية نهائية، ومن ثم لا يمكن تقديم نظرية محددة أو استراتيجية لتحقيق الفوز بالنسبة لعملية التفاوض. وعلى الرغم من علمنا بجوهر العملية التفاوضية اللي بيتمثل في أحكام وعوامل وتوليفات وتغيرات وعدد من العناصر الرئيسية، إلا إنها بتؤكد على هذا الأمر. النقطة الثانية هي إنها بتحاول التأكيد على فكرة الموازنة ما بين المهارات الشخصية والتحليلية، وكذلك عدم توفر المقدرة التحليلية بيؤدي إلى عدم الكفاءة في عملية التفاوض. ولذلك هنا بتعطي تركيزا وأهمية إلى فكرة وجود مهارات شخصية وتحليلية عالية علشان تؤثر على فكرة عملية التفاوض. ولذلك هنا يمكن إن احنا نعتبر التفاوض عمليات تفاعل استراتيجي ما بين طرفين، بيتمثل التفاعل ده في مجموعة من الأنماط السلوكية المعبر عنها بواسطة طرف منفردة تتعهد أو بتشترك في إخاذ قرار متداخل أو مشترك. ولذلك هنا بيتم تعريف التفاوض من خلال النظرة الشمولية بأنه موقف تعبيري من جانب طرفين أو أكثر بشأن قضية أو أكثر، وبيتم من خلاله عرض وتبادل وتقريب وموائمة وتعديل وجهات النظر مع استخدامنا لكافة وسائل الإقناع علشان نحافظ على المصالح القائمة، أو إن احنا نحقق مصالح من خلال تحفيز أو إجبار الطرف الآخر على عمل ما، أو الامتناع عن القيام عن عمل ما ما بين الأطراف المختلفة. للسبب ده ممكن احنا نقسم عملية وعناصر التفاوض إلى 4 عناصر رئيسية، وهي أولا الموقف التفاوض وأطراف التفاوض والقضية التفاوضية والهدف التفاوض. أولا الموقف التفاوضي، وهنلاحظ هنا إن هو موقف حركي بيقوم على الفعل ورد الفعل. احنا بناخد موقف معين وده يكون من الفعل ورد فعل بيتأثر إيجابا وسلبا، وهو موقف تعبيري بيستخدم فيه اللفظ والكلمة والإشارة والجملة، بنستخدم من خلاله كافة المهارات والقدرات العقلية البشرية. كذلك بيتسم بالمرونة وبيتطلب قدر كبير من التكيف السريع والمستمر مع المتغيرات المحيطة بعملية التفاوض. ثانيا أطراف التفاوض، وبيتم التفاوض ما بين طرفين أو أكثر، وبيسع نطاق التفاوض كذلك ليشمل أطرافا أخرى بتربطهم علاقة أو مصلحة بعملية التفاوض. وعلشان كده يمكن إن احنا نقسم فكرة الأطراف التفاوضية إلى أطراف مباشرة، الأطراف اللي أوريدي بيجلسوا في مائدة التفاوض وبيقوموا بعمليات التفاوض، بينما على أطراف غير المباشرة وهي المجموعات اللي بتتأثر بعملية التفاوض ولها القدرة على التأثير على سير المفاوضات وكذلك نتائجها. ثالثا القضية التفاوضية، وهي الموضوع محل الخلاف أو النزاع، واللي بيتم التفاوض من أجل الوصول إلى تحقيق للمصالح المشتركة أو المتعارضة. رابعا الهدف التفاوضي، إيه الهدف اللي أنا بسعاله بعملية التفاوض؟ وهنلاحظ هنا إن أي عملية تفاوضية بتسعى إلى تحقيق هدف معين، وبيدور الهدف التفاوض من أجل تحقيق القيام بعمل محدد والامتناع عن القيام بعمل معين، نحن نمتنع عن عمل شيء معين، أو نحن نحقق توليفة ما بين الهدفين السابقين اللي هم القيام بعمل محدد أو الامتناع عن عمل محدد، نمتنع عن بعض الأشياء وقوم بأعمال في بعض الأشياء بحيث نحن نحقق توليفة من الهدفين السابقين. إذا تحدثنا حول شروط التفاوض فهنلاحظ أنه يجب توافر عدد من الشروط لكي يصبح هناك حاجة إلى التفاوض. وهنلاحظ هنا أن أهم هذه الشروط هي فكرة وجود الصراع بين المصالح، أنه إذا لم يوجد هناك أي صراع فلا حاجة إلى التفاوض. زي مثلا إحدى الأطراف بيسعى للحصول على أعلى سعر بينما الطرف الآخر بيريد الحصول على سعر أقل، كذلك طلب إحدى الأطراف تحديد موعد مبكر بينما الطرف الآخر من مصلحته تأخير هذا الموعد لبدء مشروع ما أو الانتهاء من شيء ما، فده بيؤدي إلى وجود فكرة صراع ما بين المصالح. ثانيا فكرة الغموض بالنسبة للحل، لأنه إذا كان الحل المطلوب بالنسبة لمشكلة معينة واضح فلا يوجد أي سبب لفكرة التفاوض. زي مثلا إذا كان الموظف ورئيسه في العمل يدركان أن التقرير يجب أن هو يسلم في موعد محدد، فلا يوجد هناك
حالة أو أي وجود أي نوع من التفاوض علشان نحدد وقت التسليم، لأنه خلاص المعلومة أكيد عندنا فلا يوجد أي داعي لفكرة التفاوض. ثالثا وجود فرصة للتسوية، لأنه إذا كانت التسوية غير ممكنة كما في حال الطلب المستورد دفع سعر قل عن أدنى سعر فلا داعي للتفاوض، قد لا نستطيع الحكم بأن التسوية غير ممكنة حتى تتم عملية التفاوض. ولذلك من المهم جدا أن احنا نبدأ عملية التفاوض، فإذا كان هناك نوع من أنواع عدم وجود فرصة للتفاوض أو التسوية فبننهي عملية التفاوض فورا. ودي في بعض الأشياء بتكون في بعض الأمور التي لا يمكن المساومة عليها، زي في بعض البلدان مثلا بيكون هناك تفاوض حول الأرض أو تفاوض حول مناطق متنازع عليها، فلا يمكن في هذه الحالة أن يتم هناك نوع من أنواع المناقشة أو فكرة التفاوض حول أمور لا يمكن التنازل عنها زي الأرض أو العديد من الأشياء التي ترتبط بالسيادة الوطنية. ألاحظ هنا أنه هناك تزايد لأهمية فوضات تجارية الدولية، وهنلاحظ أنه العديد من العوامل لعبت دور في هذا الأمر. أولا تغير بيئة الأعمال الدولية، طبعا بتعتبر شركات متعددة الجنسيات مسؤولة عن حجم ضخم من المعاملات التجارية الدولية، ولذلك لم يعد نشاط الشركات دي قاصرا على فكرة الاستثمار المباشر، لكن تزايدت مشاركتها في الأنشطة التالية. أولا فكرة وجود اتفاقيات الإنتاج المشترك، لأنه بتتشارك شركتين أو أكثر في إقامة مشروع في دولة من دول، فده معناه الحاجة إلى التفاوض. كذلك اتفاقيات تصاريح الإنتاج، إن بتعطي الشركة متعددة الجنسيات لشركة أخرى علامتها التجارية أو براءة الراع أو المعرفة الفنية في مقابل رسوم معينة، فده معناه إن إحنا محتاجين نتفاوض. التعاقد من الباطن، تتفق الشركة متعددة الجنسيات مع شركة أخرى على القيام ببعض العمليات الإنتاجية. كذلك عقود تسليم المفتاح، المتعاقد عن فكرة إدارة المشروع وهو العاملة وإنجاز المشروع بالكامل. إذن شركات متعددة الجنسيات بتأخذ على عاتقها القيام بالمشروع بالكامل وتسليمه بعد ذلك للطرف الآخر. وكذلك عقود الإدارة اللي بيتم فيها تقديم الشركة لمنشأة أخرى، وبتلزمهم على القيام بكافة المهام الإدارية مقابل أتعاب يتم الاتفاق عليها، ولذلك يجب الدخول في عمليات تفاوضية للاتفاق على هذه الأمور. ولذلك كل هذه الأشياء بتتطلب أن احنا ندخل في علاقات تفاوضية كثيرة حتى يمكن التوصل إلى اتفاق. كذلك من ضمن العوامل المؤثرة المتغيرات في مراكز القوى الاقتصادية الدولية، زي أن احنا دلوقتي أصبح هناك قوتين بتتنازع عليهم الاقتصاد العالمي، الصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وإن كان خفت بعض الشيء ولكن هذا الاختلافات وهذه التنازعات الدولية الاقتصادية تفرض وجود نوع من أنواع الاهتمام بالاقتصاد والدخول في تفاوضات طويلة الأجل. كذلك الوحدة الاقتصادية الأوروبية جعلت هناك نوع من أنواع الإحاد، وكذلك الاتحادات الدولية الاقتصادية الأوبك والاتحادات النفتة أو الاتحادات الدولية، كل ده إن احنا محتاجين وجود تغيرات كبيرة أو وجود هناك نوع من أنواع تحديد المواصفات الفنية زي اللي بتعملها الدول الأوروبية، بتحدد مواصفات فنية معينة لبعض لتبادل السلع والخدمات، وده بيؤدي إلى انخفاض في تكاليف الإنتاج ومن ثم زيادة قدرة الشركات الأوروبية على المنافسة على المستوى المحلي والعالمي. كذلك تدفق الاستثمارات الولايات المتحدة الأمريكية، وده نظرا لانخفاض قيمة الدولار الأمريكي لسنوات طويلة أدى إلى فكرة تدفق الاستثمارات للولايات المتحدة وتفضيل الشركات الاستثمار فيه، وده بالإضافة إلى استقرارها السياسي ودعمها للمنشآت الكبيرة ووجود العديد من مراكز الأبحاث داخلها. ولذلك أصبحت هناك نوع من أنواع الاهتمام بعملية التفاوض ووجود نوع من أنواع. كذلك أيضا تزايد أهمية الدول الأسيوية الاقتصادية، أصبحت هناك لها العديد من الريادة في السوق، ولذلك أصبح هناك وجود نوع من أنواع الدخول في شراكات عديدة بين العديد من البلدان المختلفة. كذلك الدول حديثة العهد بالتصنيع، أصبح هناك لديها دور زي ما احنا قلنا في أفريقيا وأوروبا، وأصبحت بتتنافس على الكتلة الدولية، ولذلك أصبح هناك حاجة إلى عملية التفاوض. كذلك مشكلات التنمية الاقتصادية في الدول النامية، وهنلاحظ هنا أن المفاوضات في الدول النامية تسم بعملية التعقيد نظرا للعديد من العوامل زي المشاكل الخاصة بالنمو والهيكل الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك المشاكل الخاصة بتوفير موارد علشان تمويل الأمور المحلية والأجنبية، كذلك تزايد المديونية في العديد من الدول النامية، كذلك أيضا أسلوب إدارة الأعمال واتحادات العمال والقضايا الخاصة بالسيادة الوطنية، كل ده أدى إلى وجود تعقيد في المشاكل الخاصة بعمليات التفاوض.
التفاوض في البلدان النامية. كذلك السباق التكنولوجي بيعود ضمن الأمور الخاصة تأثير على عملية التفاوض. ونلاحظ هنا أن التطور في الصناعات والسباق التكنولوجي أدى إلى وجود نوع من أنواع الدخول في مفاوضات حتى يمكن الحصول على براءات اختراع أو الحصول على الأبحاث أو التبادلات التجارية، الدخول في تفاوضات عديدة للخروج بنتائج جيدة. كذلك التركيز على فكرة التخطيط قصير الأجل، أصبح هناك نوع من أنواع التركيز على التخطيط قصير الأجل بدلا من إن إحنا كنا فقط نركز على فكرة التخطيط طويل الأجل والتركيز على فكرة الحصول على نتائج طويلة الأجل. لا، أصبح كل التغيرات السابقة دافعة إلى فكرة وجود تخطيط قصير الأجل ومتوالي نظرا لزيادة المنافسة على المستوى. ولذلك بنرى هنا إنه فكرة المفاوضات لما بتوصل لنتيجة جيدة إن إحنا نوصل لاتفاق معين، فنلاحظ هنا إنه لديها العديد من التأثيرات سواء الموضوعية أو النفسية. ونلاحظ هنا إن النتائج الموضوعية الخاصة بعملية التفاوض تعني إن كل الطرفين بيحصلوا على نتائج المقبولة بالنسبة لهم، زي مثلا إن المستورد بيمثل الوقت له أهمية قصوى بينما السعر بيمثل أهمية بالغة للمصدر نظرا لأنه بيحصل على السلع نظير الخدمات المقدمة ليه. كذلك التفاوض أو التعامل الرديء بيؤدي إلى تخفيض الأسعار وبطء في التسليم، ولذلك من المهم جدا إن احنا نقوم بإشباع هذا المفهوم لدى كل من الطرفين واحترام نتائجه. كذلك النتائج النفسية مهمة جدا لكل طرفين نظرا لأنها تعتبر المشاعر اللي بتنتاب كل طرف بالنسبة للتعامل، ولذلك ما توصل ليه من النتائج بحيث يشعر كل طرف إنه حقق مكسب من عملية التفاوض. لكن هنا نلاحظ هنا إن احنا يجب إن احنا نراعي عملية معينة جدا، وهي إنه قد يؤدي التعامل المفرط لوجود نوع من أنواع الشعور السيء، زي مثلا إن انت بتتفاوض علشان تشتري سيارة مستعملة وكانت السيارة معروضة للبيع بقيمة 50,000 جنيه مصري، وعند ذهابك لمعرض السيارات وجدت إنها بحالة جيدة وإنك ترغب بشرائها في هذا السعر، ولكن عندما بدأ التفاوض مع البائع عرضت عليه إن انت تدفع 40,000 جنيه مصري في مقابل شرائها، وعند ذلك ابتسم البائع وقال موافق أورا. ده طبعا قد يشعرك في البداية بالسعادة، ولكن مع الوقت تبدأ تفكر هو ليه وافق بسرعة بهذا الأمر. قد تتشكك بأنه نوع السيارة فيها مشكلة، أو إن هو باع لك شيء بطريقة فيها عيوب، أو إنها أعلى أو أرخص كثيرا من هذا الأمر، ولذلك يجب أن يراعي هذا الأمر. ولذلك بنص هي إنه فكرة التفاوض لديها العديد من النتائج النفسية والموضوع. بكده نكون أنهينا الدرس الأول الخاص بطبيعة عمليات التفاوض والعوامل المؤثرة والنتائج التي تؤدي إلى العمليات خاصة بعمليات التفاوض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة، ولا تنسوا في حالة وجود أي استفسارات شرفني الرد عليها في التعليقات أو على الصفحة الرسمية مصطفى عطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.